تابعوا دائما جديدي وكل اخباري على احداث انفو. كنبغيكم رجاء قصابني. ثلاث سنين ونص تقريبا، لانه نزلت كسل المكسور وعروس الجمال روجتهم في قنوات عربيه. اسباب انتاجيه 100%، لكن ان شاء الله كان البومي عالق عند شركه ارابيكا، قريبا سيرى النور مع سينجل مع مروان خوري، غادي ينزل قبل الالبوم. وان شاء الله اغنيه مغربيه، عندي جوج اغنيات ان شاء الله، وحده فيهم غادي تكون بعد سينجل. الجمهور ديالي انا كنبغيكم بزاف وما نبقاش غادي نغبر عليكم. سعيدة بتواجدي اليوم معكم في افتتاحية هذا الفيلم اللي أكيد غادي يلقى أصداء طيبة إن شاء الله، وحنا داخلين باش نحضروه. كنحب نوجه تحية لهذا الفنان اللي هو عزيز داداس ياك على هذا الفيلم اللي حنا مازال ما شفناش، مي أكيد حنا شفنا فيلم كابول وكان متألق فيه. فما أحلى الواحد يكون في بلاده كيحضر زملائه في السينما ونجاحاتهم ويتشارك معهم هذه الفرحة.